انتهيت بتعصيب بني ادم ها؟ بس خليني فهمك يا بيرو. لك شو بدك فهمني؟ لك انت بدك تجلسني انت. انا شو حكيت يا ابي؟ شو حكيت لك يا غبي؟ انا امتى مقاس بيناتكم؟ امتى فضلت واحد عن واحد؟ ها؟ لحتى تطلع علي بالعالي وتسمعني هالكلمتين؟ هاي كلمتين؟ انا بس عم بسألك عن جد بدك تشتري لمعروف عيادة؟ ايه عود لها عود لشوف. مزبوط، مو بس بدي يشتري لمعروف عيادة، كمان بدي يشتري لأختك مكتب حتى لما تتخرج يكون عندك أحلى مكتب بالشام. بسطت؟ عندك اعتراض؟ لك يا حبيبي يا عيني، لك انت معقول تشكلي لحظة بين أنا ممكن أصدم واحد بيناتكم؟ طب وأنا أبي؟ وأنا؟ أنت شباب؟ أنا ممكن تقايلك على مشروع المطعم أنا ورضوان. ليش طنشتني ورحت بدك تشتري عيادة لمعروف يا أبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابني مساحد موعك وحاجة حركات نسوان، شغلتك مالي نسيانة. بعت رضوان لعندي وأنا بتفاهم معه على كل التفاصيل. ابني يعني وافقت؟ الله لا يحرمنا منك يا ابني ويخليك فوق راسنا يا ابني. بس يا ولد بس ارجع ورجع. الله يديمك. ايه يا ابني طالما هيك معناته المطعم اللي بدنا نشتريه رح نحطه باسمك مشان اثبت لك حسن النية وما بقى تقول لي كل شوي بدكم تورطوني وانا عايش. لك ابني الله يرضى عليك مين جاب سيرة الشراء؟ انت قلت بدك تستأجر. انا مالي حمل مطاعم لك ابي. بس ابني بس شو؟ هلا اذا حكيت بدك تنزعج. لا ما راح انزعج. احكي شو؟ أميرة بدك تشتري لها مكتب ومعروف بدك تجيب له عيادة وأنا ابنك الكبير أبي بتضل على الهامش أنا. أبي شغلة أميرة مسحة بدي غيظك فيها كنت غصتك لما ما غصتها يمكن غصتك ما. أما شغلة عيادة معروف أساسا ما معي نص حقها. بس إجي لعندي أبو نزار الدلال وقال في شقة صاحبه مضطر بده يبيعها بتراب المصاري. كيف بدك تشتري العيادة وانت ما معك حقها؟ أبي رح اتدين الباقي وفي ورشة مستلمة للدكتور كرعان. هذا زلمة تقيل متى ما صفيت حسابي معه وفي ديوني خلص. أبي الله يرضى عليك انت بعتي رضوان وانا بتفهم انا وياه على كل شيء منيح.